بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام حلقه جديده ويوم جديد معاكم في برنامج حياتنا الكثير من المواضيع ان شاء الله راح نتطرق لها خلال حلقه اليوم مع بدايه هذا المساء بدايه هذه الحلقه ارحب وامسي بأخوي علي المري مساك الله بالخير. مساك الله بالخير عبد الله ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام ويا مرحبا فيكم في هذه الحلقه الجديده اللي بتكون ان شاء الله يعني منوعه ومفيده بنتكلم فيها الليله عن القانون والمرافعات في المحاكم وايضا عن الاشعاعات ودور وزاره البيئه والتغير المناخي واخيرا نتكلم عن التعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه والهلال الاحمر. القطري اكيد مثل هذه المواضيع مهمه جدا ان احنا نتطرق لها واكيد ان شاء الله خلال حلقه اليوم راح نتكلم عنها بتفصيل اكثر بنتعمق في هذه المواضيع ولكن خلينا نبدا معاكم باولى تقاريرنا لهذا اليوم حيث يحتفي العالم بتاريخ 19 اغسطس من كل عام بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني لتكريم العاملين في مجال العمل الانساني في جميع انحاء العالم وتاتي هذه المناسبه في الوقت الذي تتواصل فيه جهود دوله قطر في الاستجابه السريعه لحالات الطوارئ وتقديم المساعدات الانسانيه في فض النزاعات شوف معاكم هذا التقرير ولنعوده ازمات تمر بها الانسانيه وفي خضم عثرات لا تنتهي هنالك دوما بصيص امل هنالك من يسعى للاخذ بيد المحتاج يدعم حقه في العيش الكريم رغم الصعاب والتحديات العاملون في القطاع الانساني ذلك النور في ظلمات تمر بها الكثير من المجتمعات واحتفاء بدورهم فقد أقرت الأمم المتحدة يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني ذلك يوم يقف فيه العالم احتراماً وتبجيلاً لدور متواصل ومحوري يقوم فيه العاملون في القطاع الإنساني بتخفيف حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها العديد من دول العالم ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن عام 2023 هو الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني ومن المتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ ويشير تقرير الوصول الإنساني في غزة خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب أن حالات الوفاة تفوق 30 ألفاً بين المدنيين وتشمل أكثر من 150 عامل إغاثة وهو رقم غير مسبوق في مثل هذا السياق وهذه الفترة القصيرة. دولة قطر كانت على الدوام وما زالت رائدة في مجال العمل الإنساني. وتحظى استجابتها الفورية لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم باحترام وتقدير بالغين في كافة المحافل والأوساط الدولية. ووصلت ايادي الخير القطريه الى المجتمعات الاكثر عرضه للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف انحاء العالم. فمن السودان مرورا بلبنان وغزه ووصولا الى افغانستان وغيرها الكثير. محطات شهدت ذروه النشاط الانساني القطري. اما جائحه كورونا فقد كانت دوله قطر في طليعه الدول التي بادرت بمد يد العون للدول قاصيه ودانيه. ان النهج القوي الذي تتبعه دوله قطر في مجال العمل الانساني امر يجعلها مثالا يحتذى به على مستوى المنطقه والعالم في ظل ايمان راسخ باهميه احياء قيم التضامن الانساني بين كل الشعوب واعلاء قيمه الانسان والعمل على صون كرامته مشاهدينا الاعزاء، تطور كبير شهدته المحاكم خلال السنوات القليله الماضيه، حيث اشاد عدد من المحامين بخطه التطوير التي انتهجها المجلس الاعلى للقضاء. ضيفتنا الاستاذه المحاميه فاطمه السعيدي محاميه ستطلعنا على اهم اسباب التطور والتحسن في المنظومه. القضائية استاذه مرحبا ومسهلا فيك اليوم معانا في برنامج حياتنا. يا مرحبا فيك استاذ حياك الله. حياك أيوة الله، اليوم احنا نتكلم عن هذا التحسن الملحوظ اللي قاعدين نشوفه في موضوع عمر الدعاوى بالمحاكم ومتوسط عمر الدعاوى بالمحاكم في نقص مثل ما ذكرنا. شنو هي ابرز الاسباب اللي ادت الى هذا التحسن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا خلني ابتدي لك اولا مثل ما سؤالك اللي ذكرته. ان متوسط عمر الدعاوى احنا شاهدنا ولاحظنا تحسن كبير بالفعل في متوسط عمر الدعاوى في المحاكم مقارنه بالسنوات السابقه. لو مثلا اتكلم لك عن محكمه الاستثمار والتجاره اللي هي انشات بالقانون رقم 21 لسنه 2021 مثلا عمر الدعاوى فيها في بداياتها كانت تقريبا حوالي ال 100 يعني ياخذ متوسط عمر الدعوه حوالي ال 150 يوم تقريبا الى ان اصبح في في ايامنا الحاليه اربع وتقريبا 4 أربعة الى 54 أربعة يوم الى 90 يوم من 54 يوم الى 90 يوم تقريبا اي متوسط عمر الدعوه خلينا نقول 118 يوم طبعا هذا يعتبر انجاز كبير بالفعل للمجلس الاعلى للقضاء. السبب الثاني اللي هو احنا نتكلم عن ما هو السبب الذي ادى الى الذهاب الى هذا التحسن او الانطلاق الى هذا التحسن طبعا الحاجه الكبيره اللي دعتها اللي هو احنا نتكلم عن الضغط الحاصل في المحاكم القطريه ضغط القضايا هو السبب اللي ادى المجلس الاعلى للقضاء انه هو يتجه الى تحسين او التحسن في متوسط عمر الدعوه يمكن حتى اليوم لاحظنا دخول التكنولوجيا والتطور الموجود في المجلس الاعلى للقضاء ايضا حسن من موضوع سرعه انجاز المرافعات ومواعيد الجلسات خلى الناس ايضا تستفسر عن طريق بيوتا وعن طريق التطبيقات اللي موجوده اليوم والذكاء الاصطناعي اللي ساعد في هذا الموضوع ايضا هذا بعد خلينا نقول انه سهل عمليه تقليل المده وخلى كثير من الناس ما عاد يحتاجون انهم نفسهم يروحون ويراجعون المحكمه على اساس مثل يستفسرون عن قضايا ويمسكون كيو طويل في اكيد ان هذا التطور بعد له يعني خلينا نقول حسنه جميله وجيده أكيد. في تقليل عدد الايام عشان الواحد يكون متراجع فيها اكيد بالضبط احنا التكنولوجيا طبعا المجلس على للقضاء قامت بدور جبار من هذه الناحيه احنّا لو نلاحظ في السنوات الأخيرة أولًا بدأوا تطبيق اللي هو نظام المحاكم الإلكتروني. أصبحنا الآن طبعًا احنّا كنا في السابق كنا على أساس أن احنّا مثلًا نرفع الدعوة أو نقوم بتقديم الدعوة، كنا نحتاج الذهاب إلى المحكمة مع الاكتضاض طبعًا في المحكمة في ذيك الأيام التكلفة الورقية والاستخدام الورقي. لكن الحين من بعد نظام المحاكم الجديد اللي تبنتها المجلس تبناها المجلس الأعلى للقضاء اصبحنا نستخدم البوابه الالكترونيه لتقديم جميع سواء كانت الدعاوى او طلباتنا وبالتالي انعكس طبعا على دورنا احنا كمحامين في تقليل اه ونتكلم احنا دورنا كمحامين في اه في تقليل مجهودنا وايضا في توثيق الثقه ما بيننا وما بين موكلينا وما بيننا وما بين المجلس الاعلى للقضاء ايضا في ذات الوقت. نعم، يعني التكنولوجيا دخلت في كل الاشياء وجميل ان احنا نستخدمها ايضا في هذا المجال، اليوم كان في خطه للتطوير بالنسبه لكم انتهشتوها في المجلس الاعلى للقضاء منذ عده سنوات، خلينا نتكلم عن هذه الخطه، تاثير هذه الخطه في التحسن اللي احنا قاعدين نشهده في الوقت الحالي. طبعا يعني انا خلنا اقول لك عن الخطه اللي احنا موجهة من وجهه منظوري انا كمحاميه اليوم المجلس الاعلى القضاء فعلا وضع خطه والخطه هذه كانت جباره لتطوير سبل التقاضي في المحاكم القطريه بشكل عام مثلا انشاء محكمه مثل ما ذكرت لكم محكمه التجاره والاستثمار اللي تم انشائها في 2021 انقلت المحاكم والتقاضي نقله نوعيه في في المجال التكنولوجي. وفي تقليل ايضا نحن نتكلم عن مستوى عمر الدعوه. ايضا مثلا خلونا نتكلم عن العنوان الوطني. العنوان الوطني قانون العنوان الوطني بالفعل اللي هو تم تقريبا بدانا فيه من اواخر عام 2019. ادى ايضا نقله نوعيه في الاعلانات وغيرها يعني في السابق احنا كنا على اساس ان احنا بس نعلن الطرف الاخر كنا مضطرين نروح للبريد نقدم بيانات كثيره نستلم الوصل الوصل يتم تسليمه للمحكمه فياخذ هذا اجراء طويل اما الان اصبحنا خلاص احنا من نقدم الدعوه عن طريق السيستم على طول تروح رساله نصيه للطرف الاخر ويروح له في ذات الوقت بريد الكتروني بان عندك دعوه في الوقت الفلاني فاختصرنا بالفعل وقت طويل في <applause> في المحاكم. يمكن انت الحين ذكرتي ان المحكمه الاستثمار اختصرت امور كثيره ايضا في المحاكم الاخرى زادت يعني عدد الدوائر وزادوا عدد القضاء ايضا هذا بعد حسن من موضوع الوقت في التقاضي في المحاكم بالطبع احنا يعني تحسين زياده عدد القضاة وزياده عدد الدوائر انعكس بشكل فعال جدا على القضايا في السابق كان مثلا القاضي ينظر او الدائره الواحدة تنظر في مثلا خلينا نقول لك 100 دعوه حاليا تخيل ال100 دعوه هذه توزعت على العديد من الدوائر المختلفه فصار في تقليل الضغط على العبء على الساده القضاة صار عندهم وقت اطول فانهم ينظرون الدعوه ويشوفون المستندات في الدعوه ايضا صار في تقليل العبء على موظفين المحاكم المساعدين والمعاونين القضائيين في ذات الوقت حسن من عمر الدعوة وسرعة التقاضي بالنسبة للدعوة نفسها نعم اليوم لو نتكلم شوي عن أو تعطينا نبذة عن البيانات الإحصائيات اللي كشف عنها التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة الإحصائيات القضائية فيما يتعلق بعمر ومتوسط عمر الدعوة القضائية بالنسبه للتقرير طبعا هذه تقارير يصدرها المجلس الاعلى للقضاء سنويا يعني ممكن لاي فرد انه هو يطلع عليها طلعنا طبعا على التقرير اللي هو في 2000 الصادر في 2023 النتائج اللي فيه يعني تنقسم لشقين بحسب تحليلي لها الشق الاول انه في 2023 نظرت المحاكم بحوالي ما يقارب الالف خلينا نقول 100 و59 اذا ما ظني بالعدد ألف قضيه آه, تم الفصل بها كلها في سنه 2023 ما عدا تقريبا حول 7000 قضيه حالت ل 2024 وطبعا هاي يعد انجاز كبير احنا نتكلم عن نسبه 97% تم الفصل في الدعاوى فيها بالنسبه للسنوات الماضيه ايضا بالنسبه ل متوسط عمر الدعوة يعني إحنا نقول مدة التقاضي مثلاً ترجع للجداول الموجودة في الإحصائية مدة التقاضي في الدعوة هي المفترض خلنا نقول في في الاستئناف المدني خلنا نتكلم عنه لأنه في أنواع أو درجات للدعوة فمدة الاستئناف في المدني مدة التقاضي فيها 90 يوم اما احنا يعني وصلنا لمرحله الان المطلوب 90 يوم احنا وصلنا لمرحله 135 يوم و135 يوم ايضا يعد يعني انجاز كبير يحسب للمجلس الاعلى للقضاء وجهودهم الجباره فيه ايضا يمكن انا اذكر في جائحه كورونا يمكن قبل شوي السؤال اللي تكلمنا عنه للتكنولوجيا كانوا المحكمه شغاله وكانت في مرافعات ده. عن طريق الاونلاين وعن ده. طريق البرامج المتطوره في اشخاص موجودين مثلا في الحجز وفي اشخاص ثانيين موجودين فيه مثلاً في مثلا مكاتب المحاماه وفي في نفس مكان القضاء وهذا سهل عمليه المرافعه والحياه يعني كانت ماشيه وكل قاعد ياخذ حقه لكن ما تاجلت الامور يمكن مثل دول ثانيه شفنا فيها تعطلت الامور كثيره لكن خلينا نتكلم عن موضوع التاجيل كان من الاول قبل التطور الاخير التاجيل كان ياخذ مده طويله نبي نكشف عن مثل المدد هذه والان التاجيل كم ياخذ وقت يعني من شوف بالنسبه للتاجيل احنا ما نقدر نربط التاجيل بعمر اه او متوسط عمر الدعاوى ليش لان التاجيل يكون لاسباب كثيره راح يصعب علينا ان احنا نحصر اه مدد التاجيل لكن كقبل كنا تقريبا يعني التاجيل من قبل القضاة خلينا نتكلم او من قبل الساده القضاء ان يكون اه ما بين الاسبوعين او شهر لتاجيل مثلا واحنا من نفس ما ذكرت لكم التاجيل يكون بسبب الاعلانات وبسبب غيره وغيره من الامور اه لكن بالنسبه للفتره الحاليه صار التأجيل طبعا التوجيهات من مجلس على القضاء أنه يكون ما يتجاوز العشرة أيام حتى بالنسبة للسادة الخبراء فصار في تقليل بالفعل في مدة التأجيلات وأرجع أقول لك أن هذا الشيء يعني أوقات يكون عن طريق حتى يكون من, من قبل الخصوم يكون في مماطلة مثلا في الدعوة فيطلب تأجيل وراء تأجيل طبعا هذا المشرع احنا نص صراحة في قانون المرافعات على أن لو صار فيه تأجيل من قبل أحد الخصوم وما كان يستدعي الوضع إنه يكون التأجيل يكون في غرامات ويكون في عقوبات على ذلك أكيد يعني في تحسينات كثيرة قاعدين نشاهدها ولكن هل ببعض بعض التشريعات اللي ما ذكرناها ممكن أن احنا نذكرها ساعدت في هذا التحسن اللي احنا قاعدين نشوفه نعم بالفعل احنا عندك مثلا نفس ما ذكرت لك اللي هو قانون انشاء محكمه الاستثمار اللي هو قانون رقم 21 سنه 2021 ايضا عندك قانون السلطه القضائيه اللي هو رقم 8 لسنه 2023 القانون الجديد ايضا هو نظم عمليه الجلسات وواجبات ومسؤوليات الساده القضاة وغيرها من الامور ايضا يمكن موضوع ان مجلس على القضاء اعتمد في قرارات سابقه في كان يعني لجان التحكيم لجان التحكيم اللي كانت موجوده خارج مجلس القضاء ايضا اتوقع انها خففت في موضوع الدعاوي لكن خلينا نتكلم عن المستقبل وعن التحسينات ان شاء الله اللي يمكن ننتظرها في خلال الفتره القادمه من المجلس الاعلى للقضاء وتقليل المدد والزحمه دائما اللي احنا نعاني منها شوف احنا نفس ما قلت لك الخطه اللي قامت بها قام بها المجلس الاعلى للقضاء خطه جدا متميزه يعني ما كانت مجرد هنا حبر على ورق بالفعل احنا شاهدنا ولمسناه سواء احنا المحامين او غيرنا من المتقاضين سابق ما كان عندنا الوضع الالكتروني بنفس الطريقه الحين صرت انا ما احتاج اني اروح المحكمه لتقديم الدعوه ولا اروح المحكمه لتقديم طلبات هذه هذه كلها صارت الكترونيه فاختصرت الوقت محكمة الاستثمار حاليا في أيضا بوابة جديدة اللي هي اسمها تقاضي هي لسه الحين مستحدثة فأيضا خففت علينا ضغط البوابة الأخرى اللي هي تشمل جميع المحاكم أيضا بالنسبة للمذكرات وغيرها احنا المذكرات قبل سابقا كنا نمسكها كورق ونسلمها للسادة القضاء حاليا صرنا عن طريق البوابة الإلكترونية نسلم كل مذكراتنا وكل شيء عن طريق حتى يعني قلل علينا احنا كمحامين التكلفة أيضا ختاما انا اقول لك تسالني هل راح يكون في تطوير؟ ان شاء الله باذن الله انا يعني بقياده سمو الامير حضره صاحب سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اكيد انه راح يكون فيه تحسينات اكثر واكيد انه راح يكون في تطور اكثر ان شاء الله في المستقبل. <applause> ان شاء الله الله يعطيك العافيه المحاميه الاستاذه فاطمه السعيدي يعطيك العافيه وما قصرتي على حضورك ويعني شرحتي لنا بشكل اكبر عن هذا الموضوع شكرا لك نعم <applause> يعني عبد الله كان في يوم من الايام من إن حلمي اني البس العباءة المحاماه واني اكون أيه. قدام القضاء ودائما في عباره مشهوره جدا الواحد دائما يقولها اللي هي سعاده القاضي حضره المستشارين يعني هذه كنت اتمنى <applause> ان شاء الله ان شاء الله ممكن يعني ترى لحين باقي في العمر يعني مو بحكايه العمر يعني يمكن الاعلام ياخذك شوي عن المجال الثاني المحاماه ترى حلوه فيها حيثيات وانك انت تحاول دائما اذا كنت يعني صادق <applause> انك تطلع الحقيقه وانك تساعد المظلوم تقدر تسوي برنامج على المحاماه؟ إن شاء الله إن شاء الله, الله. يعني مشاهدينا الكرام تاريخ سبعة عشر ثمانية كان اليوم العالمي لنحل العسل دعونا نشوف هذا التقرير ونعوده اليوم صدفنا احنا خبير على اساس انه يكون معنا الموجود ويخبرنا اكثر عن استخدامات العسل كيف ممكن نستفيد منه ونخلي الجميع كله كمان يعرفوا اكثر عنه about the nutritional profile it's a carbohydrates so honey is predominantly composed for sugars particularly fructose and glucose which is very low glycemic index عندي خبرة في مجال النحل والعسل مناحلنا في في منطقة الشمال بننتج نوعين من العسل في السنة الزهور والسدر العسل أو النحل هو مخلوق واسع وعالم كبير جدا هو مخلوق اخصه المولى عز وجل بالوحي فهو لا يتصرف من من تلقاء نفسه بل انما يوحى اليه من المولى عز وجل فكل ما ينتجه النحل هو صحة وبركة للإنسان عسل السدر من الأصل فيه أنه لا يتبلور أبداً هو من النوادر العسل اللي لا تتبلور أصلاً يعني أغلب العسل في العالم يتبلور وهذا الأمر يعني الشائع والطبيعي أنه يتبلور وإنما السدر هو عسل لا يتبلور إلا بحالة أنه يكون أصلاً السدر مش صافي في عنا البامبل بي هو زي تقدر تحكي شركه محليه انتاج العسل حابين نعملها كمان دعم ونكون السند لها وهي الفكره من تسميه سند للمكان اللي احنا فيه سند هو نادي بتقدر تحكي بدعم الحياه بدعم الناس بدعم الموجودين فهي هي الفكره من تسميه اصلا الكونسبت كامل كنادي سند هون خلاصة التطبيقات استخدامات العسل بعلاج الأمراض الجهاز الهضمي والتقرحات وكمان استعرض طرق استخدام العسل في علاج امراض الجهاز التنفسي ونستعمله كمان كطارد للبلغم. طبعا العسل القطري هو رقم واحد من من الاعسال اللي ممكن تتناولها خصوصا في قطر لانها انتاج البلد، انتاج الدوحه ومن المعروف علميا بانه ما ينتج في 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 منطقتك او في بيئتك هو الافضل لك لصحتك. بمناسبه اليوم العالمي للنحل آه عم نلقي محاضره في دار سند هون لاهميه النحل وانتاج العسل في في قطر واتمنى انه الجميع يستفيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام نبدأ معكم ثاني فقرتنا الحوارية وضمن برامجها التدريبية والتوعوية نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي تدريباً حول أساسيات الوقاية من الإشعاع وطرق الكشف عن المواد المشعه والاجهزه المصدره للاشعاع بمشاركه 40 منتسبا وموظفا من الهيئه العامه للجمارك. نستضيف اليوم السيد مفتاح الدوسري وهو مسؤول التفتيش والسلامه الاشعاعيه بوزاره البيئه والتغير المناخي ليحدثنا عن هذه الدورات التدريبيه اللي تقيمها الوزاره حياك الله معنا يا مرحبا حياكم الله <applause> سيد آه مفتاح لا. يعطيك العافيه اول شيء ويمكن احنا لاحظنا في مثلا السنوات الاخيره يعني دوركم الفعال في وزاره البيئه والبلديه خاصه في الجانب التوعوي لنصح الناس وارشاداتهم لتجنب كثير من المخاطر سواء كان في حلقه موضوع حلقتنا الليلة او في مواضيع ثانيه لكن خلينا نتكلم عن هذه الدوره اللي عقدت يعني خلينا نتكلم عن اهدافها ومحاورها وايضا الحضور اللي كانوا موجودين والاهم المخ المخرجات اللي صارت في هذه الدوره. يا مرحبا يا مرحبا. بالنسبه للدوره او ورشه التدريبيه اللي تم عملها هي سلسله من الدورات سابقه. فقبل هذه الدوره كان في شهر 5 ايضا 2023. <applause> اها. نعم. وبعدها جات هذه الدوره وكانت المقصد فيها رفع الكفاءه، تعزيز مهارات المفتشين. فيما يخص في المنافذ الحدوديه التي تتعلق بالاستيراد والتصدير المواد المشعه واجهزه الاشعه نعم اليوم احنا تكلمنا عن هذه الدوره ولكن يمكن المشاهد وانا صراحه ودي ان انا اعرف شنو هي المواد المشعه أه وين تتواجد هذه المواد المشعه طيب المواد المشعه فيها الطبيعي وفيها من صنع الانسان الطبيعي اللي هو في كل حياتنا انتم برنامجكم في حياتنا لا الاشعاع في حياتنا اصلا مم. موجود ف اللي تجنبه الانسان الطبيعي العادي لعموم الجمهور هو ان هناك تبرير تبرير والامثليه وحدود الجرعه فالانسان العادي يحاول يتجنب اي مكان مثل التصوير الصناعي او التصوير في المستشفيات طالما انه ما في حاجه او ما في غرض من ذلك يبتعد. ايضا هناك علامات تحذيريه تبين في هذا الشيء فالاسس الوقايه الاشعاعيه شنو؟ المسافه الزمن التدريع فعامل الزمن والمسافه مهم لعموم الجمهور <applause> آه المبادئ مبادئ الوقايه الاشعاعيه اللي هو التبرير الامثليه في العمل او في الاستخدام وحدود الجرعه هذا الشيء يمكن انت الان وضحت انت انه اذا ما صار لك اي داعي انك تتواجد في بعض الاماكن هذه حاول انك ما تكون الا اذا تكون مضطر، لكن خلينا نتكلم عن المواد الاشعه هذه، شنو المخاطر اللي تنتج منها؟ نعم آه المصادر المشعه نبي نفرق بين المواد المشعه والمصادر المشعه. المصادر المشعه اللي هم مثل ما تفضل انه هي من صنع الانسان. نعم. تم صنعها او عملها في المفاعلات. فلها مجالات مجال صناعي طبي بحثي وهذه خطورتها على شدة الإشعاع وهي في حالة فيزيائية إما صلبة أو سائلة أو غازية <applause> نعم وجميع هذه موجودة في دولة قطر ولكن ضمن تنظيم واستخدام ومراقبة يا سلام خلنا نرجع شوي معك سيد مفتاح للدورة اللي عقدتوها في شهر سبعة هذه السنة وأيضا العام مثل هذه الدورات شو ممكن أن تساهم في تمكين الموظف رفع مستوى الوعي المعرفة لدى الموظف في هذا الموضوع المهم صراحة نعم الجهل هو عدو الإنسان صحيح طالما أن أنا جاهل بهالشغلة بيكون ضرر علي ولكن الثقافة السلامة الاشعاعيه والثقافة بخصوص المصادر المشعة وتجنبها وكيف واحد يتعامل معها بأمثلية يعني على نطاق عمل في المنافذ رجال المنافذ يتعاملون مع أجهزة تصدر إشعاع وأجهزة تكشف الإشعاع العكس مم. فتعزيز هذه القدرات وتطو وتطويرها يتناسب ويحمي ايضا يعني عموم الجمهور فدخول واستيراد هذه المصادر لان عندنا احنا شغلات ممكن لها ضرر استهلاكي ايضا يعني فيها العالم بدا يتطور صحيح ايضا حتى الذكاء الاصطناعي بدا في موضوع الوقايه الاشعاعيه استخدامه في البيئه، استخدامه في البحوث <applause> يمكن الان احنا يمكن شفنا دورات بعض المؤسسات الدوله، لكن هل احنا يمكن بكره نطور من الموضوع الدورات حق الاشخاص العاديين او مثلا عيالنا في المدارس حتى مثلا من الصغر تبتدي يكون معاهم هذا الوعي علشان يتجنبون الاشعاعات. احنا أه اذا رجعنا للتاريخ أه بدايه الحرب المفاعلات وكذا كان بعض الدول تعمل فقرات توعويه لعموم الجمهور يقول لك في حال في لاحظت شيء غير طبيعي انك تتجنب الخروج تجنب الاكل المكشوف الغبار الذري وهو الى اخره خصوصا اخر اخر حادث حصل في في اليابان فلاحظوا دوله قطر قامت يعني بجهد جهد جهد بموضوع السلامه الغذائيه حتى حتى اي حاجه بمر مرور الكرام يكون هناك عليه رقابه ولله الحمد في بوابات الكترونيه وبوابات كشف تم القيام فيها اكيد الله يعطيك العافيه سيد حفيق. مفتاح الدوسري وانت مسؤول التفتيش والسلامه الاشعاعيه بوزاره البيئه والتغير المناخي يعطيك العافيه ما قصرت وان شاء الله يعني نشوف المزيد والمزيد من الدورات معكم ان شاء الله. نعم. <applause> اكيد مشاهدينا الكرام موضوع التوعيه من هذه الامور مهم جدا جدا جدا، احنا مستمرين معكم نطلع فاصل ونرجع لكم ثاني مره. حياكم الله ويانا يعني مشاهدينا الكرام يوفر اليوم دولي للشباب فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأفعالهم ومبادراتهم حيث نظمت وزارة الرياضة والشباب جلسة نقاشية بعنوان من النقر إلى التقدم مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة وريادة الشباب في تطوير العمل الخيري والإنساني أسرنا في هذه الفقرة أن نستضيف كل من السيد حسن خالد الشرشني وهو عضو فزعة شباب لدعم مع وزارة الرياضة والشباب وأيضا السيد حسين أمان العلي وهو مدير قطاع التطوع والتنمية المحليه بالهلال الاحمر القطري حياكم الله معنا الله يحييك الله <applause> يحييك مرحبا اكيد نبتدي بالسيد حسين السيد حسين اليوم لو تكلم عن عدد المتطوعين في الهلال الاحمر اللي كل سنه تبهرونا بزياده هذا العدد والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول وعلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين الان وصلنا تقريبا 31000 وخطتنا آآ التشغيلية وليس الاستراتيجية <applause> يعني السنة الجاية في, في نهاية هذا العام مع بداية نهاية عام 25 راح نوصل بإذن الله تعالى إلى 60 ألف 60 ألف أي نعم <مش> لا <مش> لا <لعنى> إحنا مستهدفين الضعف ليش لأن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر غير القانون كان قبل القانون من 18 سنة وطالع العمل التطوعي الآن أصبح العمل التطوعي من رياض الأطفال من خمس سنوات وفما فوق إحنا سنويا ندرب في المدارس ما لا يقل عن 11 ألف إلى 15 ألف طالب هذول السنة مع بداية العام الدراسي إن شاء الله والسنة القادمة راح يكونون أحد أهدافنا لاستقطابهم في العمل التطوعي في الهلال الأحمر القطري فضلا عن عندنا ايضا خطه مع المؤسسات اللي هو التطوع المؤسسي، وبدينا به اليوم أطلقنا وتم الاتفاق الاتفاق اليوم مع مؤسسة كهرباء أن تكون المؤسسة هي أولى المؤسسات في الدولة كمؤسسة تطوعية وراح تنتشر الثقافة العمل التطوعي في مؤسسة كهرباء وبدينا اليوم بورشة عمل حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى وراح يكون أربع نهاية 24 والسنة 25 راح تنتشر ثقافة التطوع المؤسسي على جميع مؤسسات الدولة إن شاء الله, الله بإذن الله بإذن أخوي حسن اليوم إحنا نتكلم عن التطوع وأنت ما شاء الله يعني ذكر لنا عدد كبير أخوي حسين ولكن خلينا نتكلم عن وزارة الرياضة والشباب شلون تتعاون وزارة الرياضة والشباب مع المؤسسات مع الجهات في الدولة لتعزيز مشاركة الشباب معهم في مثل هذه الفعاليات والمبادرات نعم أولا بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص دور وزارة الرياضة والشباب طبعا وزارة الرياضة والشباب لها العديد من الشركاء في مختلف المجالات يعني على سبيل المثال احنا مجموعة من الشباب ولكن من مختلف مجالات في في الدولة كذلك لها التعاون في مختلف المجالات من الشباب يعني على سبيل المثال احنا كفريق فزع الشباب لدعم وهذا البرنامج تحت إدارة وزارة الرياضة والشباب الأعضاء اللي موجودين في البرنامج هم من مختلف جهات العمل سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص، هناك تعاون بشكل كبير من توفير السبل وتوفير الناحيه المعنويه، الناحيه الماديه والفنيه كذلك. يعني نتكلم اليوم انتم الشباب اللي متواجدين في مع بعض يمكن واحد يكون مهندس، ويمكن نعم. واحد يكون مثلا موظف مدني، يمكن نعم. يكون مثلا عسكري، يمكن يكون يعني ما في شيء جمعكم كمهنه عمل لكن جمعكم حب الفزعه نعم. لشباب الأدعم دعم بالضبط زين خلنا نتكلم عن حتى الفئات السنيه اللي موجوده الفئات السنيه اللي موجوده اكيد يعني فئات مختلفه يعني تقريبا خلينا نقول مثلا من 26 الى تقريبا 38 هذه الفئات المختلفه فجاياتنا من مختلف الجهات معناته في فكر جديد في تعاون في حتى تبادل معلومات تبادل خبرات بين بعضنا صحيح. صحيح فاحنا قاعدين نتعلم من بعض يعني م. فكل واحد فينا قاعد يقدم كل مجهوده في تقديم يعني نتكلم 26 25 نفسي ما يصير يصير ليش ما يصير اكيد 25 اكيد تشاهدين الكلام احنا ان شاء الله راح نستمر في هذا الموضوع الهام والشيق ولكن بعد هذا الفاصل مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل مستمرين مع ضيوفنا في هذه الفقرة السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري والسيد حسن خالد الشرشني عضو فزعة شباب لدعم مع وزارة الشباب الرياضة والشباب أيضا رحب فيكم من جديد ونكمل يعني يمكن أسئلتنا وكان آخر سؤال مع ولدنا حسن الشرشني لكن أرجع وأقول لك اليوم عن موضوع التطوع ذكرت أرقام جدا جميلة اليوم هنتكلم عن 31 ألف متطوع الرقم اللي أنتم حاطينه في خلال 24-25 أنه يتجاوز 60 ألف متطوع صحيح. كيف أن أنتم اليوم تعززون ثقافة التطوع لدى الإنسان اللي موجود داخل دولة قطر من مواطن أو من مقيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم طبعا قضية التعزيز تنبع من ذات الشخص نفسه يعني احنا اثبتت الدراسات والابحاث ان داخل كل انسان في اعماقه احتياجات <applause> غير احتياجات اللي ذكرها ماسلو في هرم الاحتياجات الفسيولوجيه والامان وكذا اكتشفوا ان هناك حاجتين تعتبر من اهم الحاجات الحاجه الاولى الالتزام والحاجه الثانيه النمو فالعمل التطوعي يحقق ثنتين طبعا الالتزام بعمل روحي دايم سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول قليل دائم خير من كثير من قطع والالتزام بالصلاه والاذكار والعبادات هذا الجانب الروحي لا يخلو انسان هذه الدراسات الجديده من احتياجه لهذا الالتزام لذلك في الغرب عندهم شيء اسمه ترانيم الصباح ترانيم المساء شنو ترانيم الصباح؟ ترانيم هي الاذكار سبحان الله فهذا الالتزام، هناك التزام اخر ايش هو يا علماء النفس، يا علماء التربيه وكذا والتنميه البشريه؟ قالوا هذا الالتزام انك تعمل في عمل تطوعي تقدم النفع للاخر للناس. وعندنا في الاسلام النفع المتعدي اعظم اجرا من النفع الشخصي. فلذلك الالتزام بعمل تطوعي شبه دائم هذا يعني احد الاحتياجات اصلا التي موجوده لدى الانسان. واحنا راح نشتغل عليها باذن الله الان شغالين على مجموعه من الـ 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 البرامج والتحفيزات لاستقطاب الشباب في مبادرات مثل ما تفضل اخوي حسن مبادرات الشخصيه واحنا نخلق فرص تطوعيه لهم. ايضا النمو، النمو احنا عندنا برنامج تحسين ورفع المهارات. وهذا النمو سبحان الله يحقق حق الانسان الانجاز والاستقرار عشان يستقر الانسان نفسيا ويشعر بالانجاز يحتاج الى النمو والنمو علمي وعملي واخلاقي قيم فالعمل التطوعي يحقق للعلم عندنا سوينا اتفاقيه مع مع حد الدوحه الدراسات العليا نقلنا برامجنا التدريبيه اللي كانت موجوده عندنا في الهلال أه وكانت تقدم بشكل يعني شخصي ومن ومن افراد الى مؤسسه صرح علمي كبير وعظيم في قطر وهو المعهد معهد الدوحه العالي للدراسات <applause> آآ العليا. آآ كذلك آآ عندنا الان قريبا باذن الله تعالى راح يتم اطلاق دبلوم الاستدامه في العمل التطوعي وايضا مع معهد الدوحه <تصفيق> للدراسات <تصفيق> العليا. <تصفيق> هذا النمو في المهارات في العلم المهارات العملية احنا غير نحن احنا نعطي التدريب نظري اه نعطي المتطوع اه ايضا برامج عملية لصقل هذه المهارات اللي اخذها تطبيق اه. ايه. والجانب الاخير هو القيم وزرع القيم و و والقيم تعتبر غراس ان قرستها ورعيتها نمت باذن الله تعالى. إن شاء الله. والعمل التطوعي يحقق هذا. اكيد، يعني اليوم احنا نتكلم عن العمل التطوعي هذا جانب مهم في حياه كل انسان وكل شخص انه يكون متطوع، فيعني يمكن قبل كان التطوع يمكن شيء بسيط ان الواحد بس يشارك في موضوع معين، ولكن الحين مثل ما سمعنا من الاستاذ حسين انه في دورات، في دبلوم، في امور كثيره، فاليوم أهمية هذا العمل التطوعي أن الشباب يكون عندهم هذا الحافز أن يشوفون الشباب نفسهم يتطوعون شنو الأهمية اللي أنت تشوفها؟ طبعا من الأشياء المهمة جدا أن الإنسان يشعر بالآخرين م. وأن في مجتمع بحاجة إلى عمل التطوع العمل التطوعي يعود فائدة يعني تعود فائدة على الإنسان على الفرد نفسه وعلى المجتمع من أهم الأمور تعود على الشخص نفسه مثلا أني أنا ثقتي تزيد على سبيل المثال انا اكون من الاشخاص اللي يطور في المجتمع كذلك مو بس أنت انتظر ان انا اطور مهاراتي، ايضا اطور هذه المبادرات، اطور هذه البرامج. كثير من الاشياء المهمه اللي تعود بالنفع على المجتمع. اذا يعني انا عايش في هذا المجتمع معناته لازم ان انا اقدم. مو بالضروره أن يكون بدا يعني الخدمه هذه في خدمه مردوده لها. تطوع هو صحيح. يعني يعود من الحب الانسان لهذه صحيح. الاعمال. اللي هي قد تكون لها فضل كثير يعني على الإنسان وعلى المجتمع في مبادرات قريبه مثلا او في المستقبل من وزاره الشباب والرياضه خاص تخص موضوع التطوع او تطوع الشباب عملنا على مبادرات كثيره من اهم المبادرات اللي عملنا فيها هي مبادرة اللي هو شاركنا أطفال طيفة التوحد أيضا عملنا مبادرة فرحتكم عيدنا هذه كانت رمضان يعني السابق وكذلك عملنا مبادرة لأهلنا في غزة وأكيد يعني إحنا مستمرين في مبادراتنا لأن عندنا هدف نبي نوصلها للناس نبي نوصلها للشباب أكيد اليوم أستاذ حسين كمتطوع انت ما تحتاج امور كثيره، تحتاج مثل ما قلت قبل شوي انه يكون عندك هذا الشغف ويكون عندك هذا الهدف، ولكن هل في معايير معينه كمؤسسات، كجهات يعتمدونها على اساس انه يقول لك هذا ينفع أن يكون متطوع عنده هذا الشغف وهذا ما عنده شغف، شلون انت تعرف ان هذا الشخص ينفع أن يكون متطوع؟ احسنت، اولا احنا طبعا كمعايير المعيار الاول اللي هو السيره الذاتيه. <applause> وخلوها من الصحائف من الصحيفه الجنائيه هذا أه هذا احد المعايير اللي احنا نقيس عليه معيار الرغبه والقدره أه طبعا بمجرد ما يكون الشخص يحفز تصير عنده الرغبه ومثل ما قلنا الرغبه للعمل التطوعي اصلا رغبه فطريه يعني قطر اليوم تصدرت اصبحت هي وسنغافوره من دول ناميه الى دول كبرى وعظمى ولا يعني سمعة كبيرة جدا والسبب في ذلك الدبلوماسية الإنسانية الدبلوماسية الإنسانية أصلا عمل تطوعي يعني تبنتها قطر وليس مفروض عليها يعني ليس واجب على قطر أنها تدخل في الصلح بين أفغانستان وأمريكا وبين غزة وبين لكن قطر في خلال 15 سنة اللي طافت أعمالها التطوعية من القيادات العليا اسمه الأمير الوالد الله يحفظه اسمه الأمير حكومة قطر رئيس مجلس الوزراء عمل تطوعي مقروس أصيل عندنا وإحنا ورثنا الحقيقة من من أبونا من المؤسس جاسم بن محمد ووصيته للعمل لل الإنساني هذه ال الوصية اليوم إحنا نشوفها في أبنائنا سواء في قياداتنا الحكومية أو في قياداتنا الشبابية والإنسانية نعم اليوم أنا إعلامي مذيع وعبد الله فني تقني انتم ايش تستفيدون منه ك او في التطوع يعني ايش نقدر احنا نخدمكم فيه؟ الله اكبر طبعا احسنت احنا التطوع عندنا لا وجهين الوجه الاول تطوع التخصصي ان الشخص يجي يقول انا والله انا اعلامي فانا ممكن اتطوع في هذا المجال هو م -م. اصلا جاهز احنا نعطيه دورات في يعني في صقل او في في مبادئ العمل الانساني فيصبح عنده الجانبين، جانب التخصصي والجانب الانساني وينطلق في هذا المجال ويكون يعني مبهر لان سبحان الله مثل الاطباء في 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 تركيا وسوريا كان عندنا 300 طبيب كان عندنا محتاجين ست اطباء وحطينا اعلان في المنصه جونا 300 طبيب كلهم كل يبغى يروح الطبيب متخصص لكن دورات اللي اخذها في العمل الانساني وفي اداره الكوارث هذا التداخل دمج دمج التخصص هذا هذا شيء والشيء الثاني احيانا يجد المتطوع اصلا اعلامي او فني او تقني او كذا بس يقول لا انا ابغي اتطوع في العمل الانساني المحض يعني بمعنى اني انا ابغي اقدم مساعدات اروح اشارك في اقاثه عمل اقاثي هو إعلامي <applause> فيقول لك لا انا ودي اني اشارك ونعطيه الفرصه okay. وسب و إيه نعم وسبحان الله يعني آه اليوم كان عندنا لقاء مع أحد المتطوعات اللي هي الاخت فاطمه الكواري صار لها 11 سنه اليوم ابهرت الحاضرين في مؤسسه كهرماء ابهار غير طبيعي كيف بدت ما نعم. كان عندها في ولا اي نعم. وكيف وصلت اليوم أوكي. تعتبر احد القاده المؤثرين جدا في العمل التطوعي في الهلال اكيد العمل التطوعي جدا مهم يعطيكم العافيه صراحه الحديث معكم شيق ولكن داهمنا الوقت شكرا للسيد حسين أمانة العلي وهو مدير قطاع التطوع والتنميه المحليه بالهلال الاحمر القطري وايضا شكر للسيد حسن خالد الشرشني عضو فزعه شباب الادعم مع وزاره الرياضه والشباب يعطيكم العافيه وما قصرتوا على حضوركم يعطيكم العافيه يا مرحبا اكيد فيكم مشاهدينا الكرام العمل التطوعي العمل الانساني من اهم مواصفات من يعيش داخل دوله قطر من مواطن ومن مقيمين الاخوان فاتحين يديهم وينتظرون انكم تتواصلون معهم وصلنا وصلنا ختام حلقه اليوم نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامج حياتنا مع السلامه الله